مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. صراحة الموضوع اللي نحكي عنه اليوم موضوع الكورونا اللي الآن كل الناس بتحكي عنه وعن سبب انتشاره. شو هو هذا مرض الكورونا؟ شو هو الفيروس هذا؟ متى طلع؟ ليش طلع بس بالصين؟ شو طرق العلاج منه؟ شو طرق الوقاية؟ كل هاي الشغلات حنحكي عنها بعد هذا الفاصل. خلينا بسم الله. أهلا وسهلا فيكم، معي أخوي وصديقي وعزيزي ورفيق الدرب الدكتور علي الوعري من مدينة وخان. دكتور علي أخصائي جراحة صدرية ويعيش في مدينة وخان من حوالي أكثر 30 سنة، صحيح دكتور؟ أهلا وسهلا فيك، كبرتنا بالعمر يا دكتور جمال. إحنا هنا في التسجيل 25 سنة 25 سنة، العمر كله إن شاء الله، و صح لي عظيم الشرف اني اتعرف عليه خلال دراستنا في مدينة وهان، من الناس اللي يعني يفتخر فيهم في مجالهم العلمي والثقافي والانساني. وطبعا احنا قلقين عليكم كتير يا دكتور وعلى الوضع عندكم، فحابب اسمع منك كيف الاخبار عندكم في وهان. اولا انا بتشرف فيك دكتور جمال، وانت كنت من نخبة الشباب الطيبة اللي صراحة يعتمد عليها جدا فيك دكتور جمال، وانت من كنت من الشباب اللي كتير احنا سعداء في ويشرفنا ان نعرفها خلال فترة دراستك هنا في وخان. صحيح انك غادرتنا ولكن دائما مكانك موجود في القلب، واحنا ما زلنا في وخان والى هذه اللحظة. بالنسبة للوضع الان، وضع كورونا فيروس في وخان، صراحة اليوم انا اصبحنا متفائلين عن الأمس أو الأيام الأخرى. الوضع مستقر نوعا ما بغض النظر عن حالة الإصابات، العدد المتزايد في تشخيص الإصابات وحالات الوفاة، فهذا الشيء نوعا ما مستقر بالنسبة إلى تنظيم الأمور في المستشفيات، تنظيم الأمور في عمليات التشخيص بالنسبة للمرضى، وإن شاء الله خير. معظم الحالات اللي سمعنا عنها كانت من كبار السن والمرضى اللي عندهم أمراض مستعصية أو chronic diseases. صحيح، غالبية الآن الإنسان المستهدف أو الأعمار المستهدفة في بالنسبة للفيروس هذا من سن 40 إلى 60 سنة، وأغلبية حالات الوفاة فوق سن 60 تكون طبعا عند الناس اللي فوق 60 سنة، ضعف في المناعة، ويكون عندهم أمراض مزمنة أخرى زي أمراض القلب، أمراض السكري، أمراض الروماتيزم وما شابه. طيب كيف الوضع عندكم بشكل عام؟ الحظر اللي موجود عليكم، هل في أشياء في الماركت بتقدر تشتروها بتروحوا بتيجوا ولا كله موقف؟ صراحة إغلاق مدينة وخان تم على مراحل. في البداية تم إغلاق المدينة، جميع مخارج ومداخل المدينة من موانئ نهرية، زي ما بتعرف نهر اليانزي يقطع مدينة وخان، في هناك بواخر تذهب إلى شانغهاي والمدن الأخرى، تم إغلاق الموانئ النهرية، تم إغلاق المطارات، مطار وخان ومحطات القطار. هنا دق جرس الخطر بالنسبة لنا المتواجدين في وخان، فكنا نتسابق على الأسواق ونتبضع، يعني أقل بيت تبضع لمدة أسبوع على الأقل. بعدها بتقريبا 4 أيام تم منع الباصات الداخلية في وخان، وتم منع مترو الأنفاق، يعني جميع المواصلات الحكومية تم إيقافها ما عدا السيارات الخاصة. كمان في هذه المرحلة ذهبنا إلى السوبر ماركت وتبضعنا، مش أنا لوحدي، يعني كل واحد في عنده بيت، عنده أولاد أو طالب هنا في الجامعات، تبضع وعمل مخزون استراتيجي سواء أسبوع 10 أيام. الآن ممنوع، منعوا السيارات الخاصة وجميع السيارات من إنها تمشي في الشوارع. هنا الأفراد تقدر تمشي، يعني أنا ممكن أطلع أمشي، بس ما في جنب بيتي سوبر ماركت فاتح، ما في بقالة فاتحة، كل الشارع كله مسكر ما عدا بعض السوبر ماركتات اللي أخذت تصريح من الحكومة أو الحكومة أرغمتهم أنهم يفتحوا في هذه الفترة. هذه موجودة زي الوالمارت، زي جومباي تشاوشو، زي الأماكن.
أوكي. طيب كيف وضع العرب بشكل عام غاد؟ عندك المدينة مدينة طلاب وفي عدد أعتقد 200 عربي تقريبا في كل المدينة. والله من بداية الأحداث إحنا حاولنا نعمل جروبات على شبكات التواصل الاجتماعي. هنا في عنا الويتشات، تعرف في البداية كان هنا يعني حصرنا العدد على إنه كان فيه 150 طالب عربي، ولكن مؤخرا اكتشفنا إنه العدد يفوق 1000 طالب وطالبة عربية مع أسرهم أو أطفالهم. الله يعطيك العافية. أنا سمعت إنه في المملكة الأردنية الهاشمية حتبعت طائرة لإجلاء الرعايا الأردنيين والفلسطينيين، صحيح هذا الكلام؟ نعم صحيح، والآن في صدد الجهات الرسمية في بكين، في صدد انتظار الجانب الصيني من أخذ التصاريح لدخول الطائرة الأردنية الأجواء الصينية. بعد الطائرة لم تأتي بعد، ولكن هناك في انتظار في بالنسبة لتصاريح اللازم عملها قبل عملية الإجلاء. طبعا الآن أنتوا عطلة كاملة، ما في حدا بيداوم نهائيا غير الأطباء والإمرجنسي. الآن إمرجنسي بعض مكاتب الحكومة للخدمات، يعني هم مكتب الخدمات الخارجي بالنسبة للأجانب في بكين، بالنسبة للإمرجنسي زي ما تفضلت، والمدارس والجامعات أصدروا نبأ إنها تؤجل لإشعار آخر. لا يا سيدي، نتمنى لكم كل الصحة، وبتمنى بناتك الصغار كمان يكونوا بصحة، وزوجتك وعائلة زوجتك، شكرا جزيلا دكتور جمال، شكرا جزيلا. وجودنا معكم. وكم تمنينا أن نكون معكم في الفرونت لاين دائما ونساعدكم، لأنكم أنتم أهل أهل وخان أهلنا. شكرا شكرا لك دكتور جمال، وربنا يسلم الجميع. وأريد أن أنوه أنه إلى غاية هذه اللحظة بالنسبة للأهالي، إذا هم قلقانين على أبنائهم العرب الموجودين في وخان بالذات، أنا أؤكد أن لم تثبت أي حالة إصابة بهذا الفيروس كورونا لحتى هذه اللحظة. فيا جماعة اطمنوا، لا داعي للخوف، والأمور مستقرة، والآن الوضع إن شاء الله في بشائر للتحسن، نحن في الانتظار. وشكرا. الله يعطيكم العافية، إن شاء الله ربنا معكم ويقويكم وقلوبنا معكم إن شاء الله. سلام يا دكتور، شكرا جزيلا، يعطيك ألف شكرا عافية، جزيلا. سلامة. أهلين، مع السلامة. أهلين. أول سؤال بنسأله، شو هو مرض الكورونا وشو هو فيروس الكورونا؟ كورونا هو عبارة عن نوع من أنواع الفيروسات اللي عادة تصيب الحيوانات فقط، لا وصعب جدا تنتقل للبني آدم، وإذا انتقلت إلى الإنسان صعب تنتقل من إنسان إلى إنسان. لكن هذا الفيروس بدأ يغير من شكله وطبيعته، وبيعمل شغلة اسمها موديفيكيشن أو تغيرات أو موتيشن في طبيعته أو في الار ان اي تبعه، وصار ينتقل بسهولة من إنسان لإنسان. خلينا نشوف شو معنى كورونا فيروس. كورونا باللغة اللاتينية معناها التاج أو الهالة، ومعنى ذلك إذا بتشوفوا شكله للفيروس هو عبارة عن شيء يشبه الشمس، فعشان هيك بسموه كورونا، إله تشعبات. الآن هذا السبب. الكورونا فيروس طبعا اكتشف في 1930ات لما اكتشفوه في الطيور، وما كان ينتقل للإنسان، انتقل أو بدأ موضوعه مع الإنسان في 2003 لما تلازم مع فيروس السارس اللي كنا سمعنا عنه. في 2012 جاء هذا الفيروس مرة ثانية، وجاء من الجمال وتلازم مع متلازمة الشرق الأوسط، أو زي ما سموها الكورونا الشرق الأوسط، وكان قتل ناس كتير في دول الشرق الأوسط ومنها المملكة العربية السعودية. كان في حوالي 1200 وشيء حالة، 47 سوري بالمية من الحالات هاي للأسف فقدوا الحياة. الآن الفيروس هذا أو الفيروس التاجي جاء جديدا في 2019، عشان هيك سموه الجديد هذا 2019 NCOV كورونا فيروس. هو سلالة متوقع، الكل بيحكي إنها جاءت من خلال الخفافيش اللي نقلته للأفاعي، والأفاعي نقلته للإنسان. طبعا الكل الآن بيحكي من وين بدأ
هحكي لكم شوية عن بدايته. بدأ في مدينة عزيزة كتير على قلبي لأني درست فيها وعشت فيها حوالي 10 سنوات، مدينة اسمها ووهان، في مقاطعة اسمها خوبي. مدينة ووهان هي عاصمة مقاطعة خوبي، فيها 11 مليون نسمة تقريبا، ومقاطعة خوبي فيها حوالي 40 مليون نسمة. اللي صار انه بدأت الأعراض تظهر على ناس كتير من هذه المدينة، ربطوهم إلى سوق للحيوانات اللي موجودة في المدينة، فأغلقت الحكومة السوق هذا وصارت تطلع على الأسباب. ولما اكتشفوا الأسباب أو عرفوا شو السبب الرئيسي، حاولوا أو سووا لوك داون للمدينة. شو معنى لوك داون؟ هو عبارة عن فرض حظر للتجول، بما معنى أنه الآن المدينة ممنوع أي حدا يدخلها، ممنوع أي حدا يخرج منها، وممنوع أي حدا يتنقل فيها. حتى لو أنك ساكن في المدينة بدك تروح تجيب خضرة، كل الناس هلأ، أنا بعرف ناس غاد وبيحكولي أنه الحكومة عم تدفع لأصحاب التكاسي الآن، بحيث أنهم أنت بتقدر تطلب أونلاين طلبياتك أكلك، السوبر ماركت بحضر لك إياه، بحط الليبل عليه بالعنوان، بيجي صاحب التاكسي بأخذ 10-15 واحد بوصلهم للباب، بس بدق الباب وبروح، ما في كونتاكت. المدينة تقريبا، أنا حطيت فيديوهين ثلاثة على الموضوع، المدينة تقريبا أصبحت متوقفة أو مشلولة شلل نهائي. وليس المدينة فقط بل المقاطعة، في حوالي 40 مليون واحد الآن ممنوع يتحركوا خارج بيوتهم. طبعا الحكي هذا كله صار، والحكومة الصينية أتوقع أنها أخذت قرار حاسم في الموضوع، لأنه صار قبل رأس السنة. شو معنى رأس السنة الصينية؟ رأس السنة الصينية بيصير أكبر عملية تنقل في العالم وفي التاريخ في 4-5 أيام. 500 مليون شخص بنتقل من مكان إلى آخر، رقم خيالي. أنت تهيأ أكثر من عدد سكان الوطن العربي كلهم بنتقلوا من مدينة لأخرى في مدة 5 أيام. فلو ما صار كنترول على هذه المدينة كان راح يصير ديزاستر، وهذا الديزاستر مش حيصير بس بالصين. تأكدوا يا جماعة، الصينيين الآن بتنقلوا، وانتوا بتشوفوهم في اللي بيطلعوا بيسافروا، بشوفوهم كل العالم بروحوا، رح يصير ديزاستر في كل العالم، لأنه تنقلهم رح يكون أي مكان. الآن طريقة انتقال هذا المرض، في طريقتين الآن معروفين، أجين نحكي إحنا إلى الآن لأنه هذا فيروس جديد، يعني الناس العلماء عم تدرس فيه دراسات، وأنا ما كنت حابب أكتب أحكي في هذا الموضوع، لأنه للأسف الآن انتشرت فيديوهات كثيرة ومعظمها مضللة أو بس ناس هيك عم تحكي بدون علم بدون فهم وبدون evidence، وبس يعني تخبيصات. لقوا اكتشف واحد دواء مش عارف وين، ما في منه الحكي هذا، العلم لم يكتشف دواء لهذا الموضوع. خلينا نرجع للفيديو. طريقة انتقال العدوى في طريقتين، اللمس والتنفس. إلى الآن هذول الطريقتين هم اللي مشهورات في انتقال هذا الفيروس. طبعا again هذا اللي تم اكتشافه. عادة زي ما حكينا الكورونا فيروس ما بنتقل من بني آدم لبني آدم، صارت تنتقل، معظم الانتقالات كانت من الحيوانات المصابة إلى الإنسان. الآن شو أعراض هذا المرض؟ شو الأعراض اللي بتصيبه؟ الأعراض هي أعراض تقريبا إنفلونزا، بصير عنده أعراض مشاكل في الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا، سعال، صداع، ارتفاع في درجات الحرارة، ممكن التهاب بالحلق، قد يكون يعني يتطور إلى التهاب رئوي أو بنيمونيا. هاي هي الأعراض اللي ممكن تشوفها. ففي ناس كتير، وخاصة لأنه هلأ في فصل الشتاء، عم تخلط بين هذه الأعراض وأعراض اللي شو نحكي عنها الإنفلونزا العادية. الآن بدنا نحكي عن العلاج، هل في علاج لمرض الكورونا ولا ما في علاج؟ سؤال صعب جدا. رسميا لا يوجد علاج لمرض الكورونا، ما في إشي يعالج هذا الفيروس. وللعلم إنه يعني بدناش ندخل في عمل الأطباء،
لكن لا يوجد له علاج ولا يوجد له لقاح. تبقى إيش؟ الرعاية الصحية. بيجي إذا المريض إجا بحتاج لخافض حرارة بعطوه خافض حرارة، بحتاج لأنتي فايرال بعطوه أنتي فايرال، إذا لا سمح الله صار معاه بنيمونيا أو التهاب رئوي بعطوه أنتي بكتيريال أو أنتي بيوتكس. عادة ما بتفيد الأنتيبيوتكس في الحالات العادية إلا إذا صار عنده التهاب رئوي. الآن الموضوع هذا كله طبعا متروك للأطباء، عادة الأطباء بيعملوا مونيتورينج، وفي كتير حالات اتعالجت للعلم وشفيت تماما من هذا الفيروس من الناس اللي انصابوا بالصين وناس بعرفهم أنا شخصيا يعني. الآن النقطة المهمة جدا إنه البانيكينج اللي عم بيصير حول العالم، الناس متوقعه انه اوكي هو عم بيصير بالصين، انا بعيد عن الصين ولا عمري راح اشوف حدا. المشكله انه اذا صار في خلط اوكي، واذا هذا الفيروس موجود بين شخص اختلط جاء من شخص لشخص، هنا المشكله الكبرى اللي بتصير. الان طبعا النقطه المهمه كيفيه الوقايه من هذا الفيروس. بشكل عام معظم الفيروسات في الشتاء لازم نكون حريصين في الوقاية منها. النقطة الأولى في الوقاية اللبس كمامة. في كمامات كتير في السوق معظمها تفي بالغرض، لأنه الهدف منها هي الوقاية. في ناس بروحوا بيشتروا كمامات اللي هو 10 layers، في ناس بيشتروا 5 layers، في ناس بسموها surgical mask. طبعا يعني السيرجيكال ماسك بتكفي، اذا بدك تشتري بتكتب سيرجيكال ماسكس اتس مور ذان انف. معظم الماسكس الموجوده بالسوق انف تو يوز، ما تعمل بانيك تلبس 5-6 ماسكات، انف وان. شغله طبعا هدف الماسك هو اول شيء يمنع الرذاذ من الشخص اذا تقابلت مع شخص مريض، والشيء الثاني اللي هو لمس التم. ليش لسنس التم؟ لأنه زي ما حكينا أنه أحد طرق العدوى اللي هي اللمس. فالمشكلة اللي بتصير أنه أنت لما تلمس أي شيء ممكن بطريقة يعني تلمس منخارك تمك، والفيروس يدخل للجهاز التنفسي عندك. فغسل اليدين هو الشيء الأول اللي لازم تفكر فيه وتعلمه لأهل عيلتك وأولادك. غسل يديك بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 4-5 دقائق، بتسميها إحنا في الطب the surgical hand wash. غسل اليدين زي الجراح، اللي هي 10 خطوات. الخطوة الأولى تحط صابون على يديك، الخطوة الثانية ما بين الأصابع أوكي، الخطوة الثالثة الأظافر وتحتهم بهاي الطريقة وهاي الطريقة أوكي، الخطوة الرابعة أعلى اليد اليمين، الخامسة أعلى اليد الشمال، الخطوة الخامسة والسادسة اللي هم أعلى أو بطن اليد اليمين وبطن اليد الشمال، الخطوة السادسة والسابعة اللي هي الثمب، لأنه بننساه دائما إحنا، الثمب لازم نغسله كويس، والخطوة التاسعة اللي هو غسل الماء أو بالماء بنحط مية وبنشيل الصابون كله، والعاشرة اللي هو التنشيف الجيد. أوكي عرفتوهم؟ 10 خطوات سهلين جدا، رح يأخذ منك 4-5 دقائق بس رح تقي عيلتك ونفسك من الأمراض. طبعا النقطة الثالثة تجنب التواصل المباشر مع الأشخاص المصابين. أي واحد بتشوفه عندهم انفلونزا أو مرشح ابعد عنه. معظم الكنديين عندهم عادة حلوة إنه they don't shake hands لما هو يكون مريض، بقول لك I'm sick. وشغلة حلوة كمان إنه إذا عطس، إذا مش لابس كمامة بعطس في كمه مش في إيده. أوكي إحنا كتير ناس بيسكروا أتشو، هو لا بعطس في كمه أو في اسمه عشان ما ينقل العدوى لشخص آخر. طبعا العمل على تنظيف المنزل وتطهير الأسطح اللي موجودة في المنزل هذا شيء مهم جدا جدا جدا. التواصل مع الحيوانات المباشر، خاصة الحيوانات اللي ممكن تنقل هذا المرض. لحد الآن زي ما حكينا الجمال، الطيور، الخفافيش، الأفاعي، هاي ما في تواصل أتوقع معها من ناس كتير.
وطبعا أهم إشي إنه يكون عندك إميون سيستم قوي. يا جماعة، معظم اللي صار عندهم حالات وفاة كبار السن، الأفرج تبع العمر أو متوسط عمر اللي توفوا أعتقد 70 سنة، فهذا واحد منهم توفى عمره أعتقد 36 سنة في الصين، لكن غير هيك كلهم أعمارهم أقل من أكثر من 70 سنة. هذا بيحكي لك أنه إذا جسمك أو المناعة عندك ضعيفة هذا اللي بيصير. فإذا مناعتك أنت قوية، طبعا شرب كميات كافية من الماء بشكل مستمر، هاي كلمة مهمة، بشكل مستمر، مش تروح تشرب لي 10 لتر مرة واحدة ودول أنا خلص شربت اللي بكفي ماء، لا، تشرب حوالي نص لتر كل ساعة، بما معناه كل ساعة لساعتين بدك تشرب أقل إشي نص لتر عشان يضل عندك الحلق رطب، ما تحاول إنك تنشف حلقك وبالتالي يكون عندك عرضة للإنفلونزا. طبعا اللي بدهم يسافروا على الصين، يعني احنا انا كنت حاجز تذاكر سفر في مارس للصين، وشركة الطيران اللي محجزين عن طريقها بعتونا ايميل تو ريفند، رجعونا كل المصاري. معظم شركات السفر الان عم بتقوم بهذا الاجراء، لانه المشكلة اللي بتصير انه اذا واحد طلع في الطيارة لا سمح الله مريض، كل الطيارة ممكن يتأثر عليها ناس وناس تمرض. الآن إذا أنت مضطر للسفر يعني لا حول ولا، لكن تحاول تتجنب السفر إذا استطعت، تتجنب الناس المصابين، إذا شفت واحد بعطس في الطيارة أو مرشح تحاول تلبس كمامة طول الفترة، تبقى في المنزل، ما تطلع على محلات وعلى مطاعم إذا قدرت. الآن في حالة مهمة، إذا أنت شعرت في أعراض هاي الإنفلونزا وأنت ما تواصلت مع أحد فما تقلق كثيرا، اتصل برقم الرعاية الصحية، وهذه أهم شغلة، لأنك إذا أنت بتروح على المستشفى وأنت معك هذا الفيروس ممكن تنقله لعشر خمستاشر واحد في المحيط تبعك. فإذا أنت موجود في البيت اتصل فيهم قل لهم أنا كنت مسافر مثلا على بؤرة من بؤر هذا، أو تواصلت مع شخص وهذا الشخص تبين أنه عنده هذا المرض، هم بيبعتوا لك تيم خاص بالسيارة الإسعاف بيجوا بيكشفوا عليك وعلى كل أفراد عائلتك، وممكن يحطوك تحت الحجر الصحي سواء في المنزل أو في المستشفى إلى حين سلامتكم إن شاء الله وتكونوا تخلصتوا من هذا الفيروس. طبعا هذا أهم شيء. وبدنا نحكي يعني الآن في حوالي 3000 حالة مسجلة في الصين، 2890 حالة في الصين، وفي خارج الصين سجلت عدة حالات، معظمها في مدينة ووهان أو مقاطعة خوبي. في تايلاند وهونغ كونغ تم تسجيل 8 حالات، في الولايات المتحدة 5 حالات، في كندا في حالتين. كل هاي الحالات من عرق آسيوي. طبعا هذا ما بدنا نحكي عن هذا الموضوع، بس هذا بتخليك تفكر على بشغلة مهمة جدا، انه ليش من عرق آسيا. عدد الموتى الى الان 80 شخص، اللي توفى 70% منهم ذكور و 30% منهم اناث. زي ما حكينا متوسط عمر الموتى او الماتوا اعتقد 73 سنة، اصغر واحد اصيب بهذا المرض او توفي بهذا المرض عمره 36 سنة. فالملاحظ انه هذا المرض بصيب الكبار بالسن اكبر من الصغار بالسن والشباب. 50 حالة تم علاجها نهائيا بالصين وطلعوا ورجعوا على بيوتهم. الان طبعا زي ما حكينا حكومة الصين شو عم بتسوي، حكومة الصين عملت انا شوفوا يا جماعة، انا في سنة 2002 2003 لما صار وباء السارس في الصين كنت بالصين وكنت عامل في القطاع الطبي، كنا مجبرين نروح على المستشفى ونعالج المرضى بأكثر حتى عدد ساعات من اللي كنا نشتغلها قبل السارس. الصين دولة لها نظام قوي في هذا الموضوع، وإن شاء الله ربنا
بيقدر يساعدهم على التخلص من هذا المرض، لأنه لا سمح الله إذا هم ما قدروا يتخلصوا منه راح ينتشر هذا الوباء في العالم. فموضوع الآن الصين أول إشي عملت لوك أوت على كل المدينة، سكروا كل إشي، ممنوع التجول، ممنوع السفر، انتقال، دخول المترو، الباصات، كله هذا توقف. عم ببنوا مستشفى رح تأخذ منهم هاي 6 إلى 8 أيام، مستشفى رح تستوعب حوالي 1000 ل 1500 حالة. جابوا أطباء من جميع أنحاء الصين للذهاب إلى هذيك المدينة عشان أو المقاطعة عشان يعالجوا الناس بأسرع وقت، لأن الأطباء ما عندهم وقت الآن أو قدرة على علاج الكميات اللي عم تطلع. أوقفوا الطيران إلى جميع هذه المقاطعة، وزي ما حكيت لكم هذا صار بخلال رأس السنة الصينية. طبعا بهذا الفيديو زي ما شايفين رئيس الوزراء الصيني زار مدينة ووهان وطمن على الإعدادات والأهل غاد، وزي ما شايفين واحد بتتبضى عادي. وفي هذا الفيديو أهل ووهان يعني من حبوا يرفعوا من معنويات نفسهم، الساعة 8 قرروا جميعا أنهم يبدأوا يغنوا بصوت عالي. ووهان جايو، الآن عشان ما أخوفكم أو يكون عندكم هلع، just to let you know، الإنفلونزا العادية، الإنفلونزا العادية اللي بتصيب أي واحد في السنة الماضية قتلت حوالي 80,000 شخص في الولايات المتحدة الأمريكية. المتوسط تبعها حوالي 55,000 بالسنة. السنة الماضية كان عندهم وباء كبير وقتلت حوالي 80,000. فعشان تستوعبوا إنه هذا المرض اللي هو اللي إحنا خايفين منه هلأ قتل فقط 80 إلى 80,000 في الولايات المتحدة بس، الإنفلونزا العادية. فالموضوع مخيف ومش مخيف. معظم اللي ماتوا حكينا عندهم مشاكل في المناعة، لأنه هو شو بيصير لما يدخل أي فيروس لجسمك، جسمك بيسوي شغلة اسمها أنتيباديز أو أجسام مضادة. الأجسام المضادة هاي مهمتها الدفاع وقتل هذا الفيروس. اللي بيسوي هذا الفيروس إنه بيدخل بسرعة إلى الجسم، بيدخل إلى خلية بغير الـ RNA تبعها، الشفرة الوراثية والحامل الوراثي، وبحاول انه يتكاثر، بيسوي مصنع غاد للفيروسات وبفجر هاي الخلية، ما بلحق الجسم يعمل الأجسام المضادة إلا هو منتشر في كل الجهاز التنفسي. هذا اللي بيصير في الفيروس هذا. طبعا في معلومات كتير رح توصلكو، زهرة اللوتس، الجينجر، اللي مش عارف ايش، كل هذه الشغلات هي مقويات للمناعة. فإذا أنت مناعتك قوية لا تخاف، اعمل المجر أو الشغلات اللي حكينا عنهم، غسل اليدين، الكمامة، عدم التواصل مع المرضى، تنظيف الأراضي، عدم الذهاب إلى بؤرة المرض، وإن شاء الله ما يصير عندكم أي مشاكل. يعني هذا نتمنى لكم، وألف ألف 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 صحة وسلامة للجميع، ونتمنى أنه هذا المرض يتوقف بأسرع وقت. ويعني من القلب أدعو لأهل ووهان، لي أصدقاء فيها، المملكة الأردنية الهاشمية أرسلت طائرة الآن لنقل 100 طالب حوالي موجودين في المدينة، أعتقد منهم 57 بس قرروا العودة. ألمانيا الآن عم بتحاول تخلي الرعاية من مدينة ووهان، أعتقد في بعض الدول العربية الثانية عم تنقل الرعاية برضو من مدينة ووهان. القوات والقوات العربية من خارجها. فالموضوع يعني موضوع عالمي.